الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد ذكرت في الخطبة السابقة سبب غزوة حمراء الأسد وخلفيتها. بعد غزوة أحد، عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن العدو يخطط ليرجع بعد غزوة أحد ويهاجم المدينة المنورة، دعا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقص عليهما قصة هذا الصحابي المزني، فقال اللذان جاء بهذا الخبر: يا رسول الله، نرجو أن تتجه نحو العدو لكي لا يعتدي على أولادنا. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، دعا الناس فقال لبلال رضي الله عنه أن يعلن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بالخروج للقاء العدو، ولا يخرج معنا إلا الذي قاتل بالأمس في معركة أحد. ثم ورد عن راية المسلمين وعن تولية الإمارات في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا برايته التي كانت معقودة منذ اليوم السابق، كان لا يزال مفتوحا. وقد أعطى صلى الله عليه وسلم هذه الراية لعلي رضي الله عنه، وقيل أعطاه لأبي بكر رضي الله عنه، وجعل ابن أم مكتوم نائبا له في المدينة. كتب أحد كتاب السيرة النبوية: كان قرار النبي صلى الله عليه وسلم لملاحقة العدو قرارا حكيما للغاية. وقال في التفصيل: كان منافقون يرون أن ملاحقة العدو في اليوم التالي بعد مقتل 70 شخصا في معركة أحد دون قوة بشرية إضافية أمر خطير للغاية. ولكن الظروف اللاحقة أثبتت أن قرار رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حكيما جدا، أفاد المسلمين جدا. قضى النبي صلى الله عليه وسلم الليلة كلها يفكر في الوضع الناتج عن الحرب، وكان صلى الله عليه وسلم يخشى أن المشركين العائدين إلى مكة لو فكروا أنهم لم يستفيدوا شيئا رغم كون كفتهم ثقيلة في المعركة فسوف يشعرون بالندم ويرجعون من الطريق ويهاجمون المدينة مرة أخرى. لذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم ملاحقة العدو متخذا أفضل استراتيجية حربية، وذلك رفع معنويات المجاهدين إلى أعلى المستويات، ورسخ في قلوب المنافقين هيبة عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم ويقينه. وعلى الجانب الآخر، عندما سمع العدو أن الجيش الإسلامي يلاحقهم بدأت معنوياتهم تضعف، وهناك ملحوظة في أحد كتب السيرة استأذن رئيس المنافقين عبد الله بن أبي للخروج مع المسلمين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الانضمام إلى هذه الغزوة، مع أنه لم يرجع بنفسه من غزوة أحد فحسب، بل أخذ معه 300 من أصحابه أيضا.
ولا بد أن يكون نادما على مثل هذا التصرف، وربما لمحو وصمة عار هذا الندم، أو في ظل مؤامرة أخرى حضر في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن في الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه أن يذهب معه. كان الصحابة على الرغم من الإصابة بجروح حادة في أحد قدموا قدوة عظيمة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كتب عن ذلك، وكان إعلان رسول صلى الله عليه وسلم أن على هؤلاء الجنود المخلصين المحبين الأوفياء أن يأخذوا أسلحتهم بالرغم من جروحهم ويخرجوا مرة أخرى. فلما أعلن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج الجميع على الفور. كان لدى أسيد بن حضير 9 جروح، وكان يريد تضميم الجراح، ولكن عندما وقع هذا الصوت في أذنيه لم يتوقف حتى لوضع الدواء على جروحه وخرج فورا. وكان عند بني سلمة 40 جرحا، ولما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيعون الأمر في مثل هذه الحالة استغفر لهم وقال اللهم ارحم بني سلمة. وكان للطفيل بن نعمان 13 جرحا، وكان لخراش بن سامي 10 جروح، أصيب كعب بن مالك بأكثر من 10 جروح، وقطب بن عامر أصيب 9 جروح، ومع ذلك ركض المسلمون إلى أسلحتهم ولم يتوقفوا حتى لتضميم جراحهم. وقد سجل الله تعالى هذا الإخلاص الفريد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه لكي تنهمر عليهم زهور المحبة إلى الأبد. يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. كانت عائشة رضي الله عنها تقول هذا القول ينطبق على أبي بكر الصديق رضي الله عنه والزبير بن العوام رضي الله عنه أيضا. وأما إذن جابر بن عبد الله بالذهاب فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن أنه لن يذهب معه في هذه المهمة إلا من شارك في غزوة أحد، وتم تنفيذ ذلك بدقة. ولكن كان هناك صحابي مخلص لم يشارك في غزوة أحد، ولكن سمح له بالخروج وهو جابر بن عبد الله. وروى ابن إسحاق وابن عمر أن جابر بن عبد الله جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد أعلن مناديكم أنه لا يخرج معنا في غزوة اليوم إلا الذي شهد غزوة أحد، وكنت حريصا على حضور المعركة ولكن والدي تركني من أجل أخوات 7. وبحسب قول كان لديه 9 أخوات،
قال أبي: يا بني، إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة، لا رجل فيهن، ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي. لا يستطيع ترك النساء وحدهن خلفه ويريد أن يشترك في الجهاد بنفسه ولا يذهب ابنه. فقال له: فتخلف على أخواتك وأنا أذهب للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم أتمكن من الجهاد بالأمس تنفيذا لأمر والدي، وإلا فقد كنت أنوي الخروج تماما. فبعد سماع قول جابر هذا المليء بالحب والود، سمح له النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج معه. وكان جابر رضي الله عنه يقول بفخر أنه لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد غيري من الذين لم يشهدوا يوم أحد. واستأذنه كثير من الناس الذين لم يشاركوا في الجهاد في اليوم السابق بالذهاب معه، ولكنه صلى الله عليه وسلم رفض. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان وجهه وجبهته قد أصيب وانكسرت سنه، وكانت شفته السفلى بحسب رواية كلا الشفتين كانت مجروحتين من الداخل، وقد أصيب كتفه الأيمن بسيف ابن قمئة، كما أصيبت ركبتاه أيضا. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أولا إلى المسجد فصلى هناك ركعتين، وكان الناس قد اجتمعوا. ثم دعا حصانه سكب إلى باب المسجد، وكان هو الوحيد الذي كان لديه حصان في هذه المعركة. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه درعه ومغفره ولا يرى إلا عينيه. وفي هذه الأثناء رأى النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، فقال له: أين أسلحتك؟ فقال طلحة: إنها قريبة. قال ذلك وأسرع وأحضر أسلحته، مع أنه رضي الله عنه كان يومئذ مصابا بتسعة جروح من معركة أحد في صدره فقط، وكان جسده أكثر من 70 جرحا. وقال طلحة: كنت قلقا لجراح النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من جروحي. أتاني النبي صلى الله عليه وسلم فسأل: أين ترى العدو؟ أي بحسب تقديرك أين سيكون أبو سفيان وجنوده؟ فقلت: في المنطقة المنخفضة. فقال: هذا هو رأيي. ثم قال: أما قريش فلن يجدوا أن فينا مثل هذا أبدا حتى يفتح الله تعالى مكة على أيدينا. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: يا ابن الخطاب، لن تفعل بنا قريش مثل هذا حتى نقبل الحجر الأسود. كان ثابت بن ثعلب الخزرجي دليله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، وفي رواية أن ثابت بن الضحاك كان دليله. وبهذه المناسبة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابيين طليعة من آثار القوم، وبيان ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بعث سليطا ونعمان ابني سفيان بن طلق بن أوف بن دارم من بني سهم، ومعهما ثالث بن بني عوير بطن من أسلم لم يسمى لنا، فلاحق اثنان منهم قريشا بحمراء الأسد وهم يأتمرون، فبصروا برجلين فعطفوا عليهما فقتلوهما ومضوا. ثم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ووصل إلى حمراء الأسد ونزل هناك مع جيشه.
ووجد جثتي هذين الصحابيين فدفنهما في قبر واحد. وفي هذه المعركة تتبين أسوة رجلين من الأنصار في الطاعة وكيفية سفرهما في حالة إصابتهما بجروح بالغة، وبيان ذلك أن كلا الأخوين عبد الله بن سهل ورافع بن سهل من بني عبد الله الأشهل حين رجع من أحد كانت بهما جراح كثيرة، وعبد الله أثقلهما من الجراح. فلما سمع بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره به، قال أحدهما لصاحبه: والله إن تركنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لغبن. كان إيمانهما قويا إلى هذه الدرجة. والله ما عندنا دابة نركبها وما ندري كيف نصنع. قال عبد الله: انطلق بنا. قال رافع: لا والله لا أقدر على المشي بسبب الجراح. قال أخوه: انطلق بنا نتجار ونقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج يتزاحفان فضعف رافع، فكان عبد الله يحمله على ظهره عقبة ويمشي الآخر عقبة. كان كلاهما مصابين بالجروح، فكان الأقل منهما إصابة يحمل الآخر على ظهره، حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العشاء، وكان الصحابة يوقدون النيران، فأتي بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حرسه تلك الليلة عباد بن بشر، فقال: ما حسبكما؟ فأخبراه بعلتهما، فدعا لهما بخير وقال: إن طالت لكم مدة كانت لكم مراكب من خيل وبغال وإبل، وليس ذلك بخير لكم، أي الآن أتيتما إلى هنا مشيا ومتزاحفين، ولكن لو طال بكم العمر لنلتم مراكب المذكورة كلها. وقال أيضا إلى جانب ذلك أن سفركما حين ذاك لن يكون خير من سفركما هذا الذي قطعتماه مشيا، بمعنى أن الثواب والأجر والبركات التي نلتماها نتيجة هذا السفر كثيرة جدا. وقيل إن هذا ما حدث لأنس بن فضالة وأخيه مونس بن فضالة، ومن الممكن أن يكون قد حدث مرتين. ثم هناك ذكر زاد المسلمين وسخاء سعد بن عبادة رضي الله عنه، وقد جاء بهذا الشأن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كانت عامة زادنا التمر في غزوة حمراء الأسد، وحمل سعد بن عبادة رضي الله عنه 30 جملا تمرا حتى وافت الحمراء، وساق جزرا فنحروا في يوم 2 وفي يوم 3 للأكل. وقد ذكرت استراتيجية النبي صلى الله عليه وسلم بشأن القتال وكيفية ترهيبه العدو، فقد جاء بهذا الشأن أنه كان أحد أساليب بث الرعب في قلوب العدو. أن توقد النيران بالليل بكثرة لتظهر كثرة عادة الجيش ويرتعب العدو، وحيثما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش أمر الصحابة أن ينتشروا وأن يوقد كل واحد منهم نارا، فيوقد كل رجل نارا،
فلقد أوقدوا 500 نار حتى رؤيت من مكان بعيد. فذهب ذكر مع عسكر المسلمين ونيرانهم في كل وجه، وكان ذلك مما كبت الله به عدوه. وفي هذه الأثناء لقي معبد بن أبي معبد الخزاعي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ مشرك. وقد قال بعض من أصحاب السير أنه أسلم بهذه المناسبة، ولكن يرى معظم أنه لم يسلم حين ذاك بل أسلم لاحقا. وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم يبدون إخلاصهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أي كان كثير من أهل القبائل الأخرى كانوا قد آمنوا وأبدوا إخلاصهم. وكانوا قد وعدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لن يخفوا عنه شيئا، فقال معبد: يا محمد، والله لقد عز علينا ما أصابك في نفسك وما أصابك في أصحابك، ولو وددنا أن الله تعالى أعلى كعبك وأن المصيبة كانت بغيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على إبدائه هذه المواساة ما مفاده: ثبت من همة أبي سفيان، أي ما دمت سباقا فقابله وأرعبه، ولكن ما السبيل إلى ذلك؟ فكان عليه أن يرسم الخطة بهذا الشأن بنفسه. ثم مضى معبد إلى الكعبة، ومضى ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، حتى أتى معبد أبا سفيان بن حرب ومن معه الروحاء. الروحاء تقع على بعد 40 ميلا تقريبا من المدينة. وقد أجمع قريش الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أصبنا خير أصحابك وقادتهم وأشرافهم، مع أن الأمر لم يكن كذلك، لعلهم قتلوا بضعة أشخاص بمن فيهم حمزة، وإلا فإن النبي وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم وعشرات آخرين معهم من الزعماء والقادة كانوا بخير وعافية بفضل الله تعالى. وقالوا: ثم نرجع قبل أن نستأصلهم، لنكرن على بقيتهم ولنفرغن منهم. فلما رأى أبو سفيان معبدا قال: هذا معبد وعنده الخبر، ما وراءك يا معبد؟ قال ترهيبا لأبي سفيان: تركت محمدا وأصحابه قد خرج يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، وقد اجتمعوا معه من كان تخلف عنه بالأمس من الأوس والخزرج، أي قد أضاف بعض الأشياء من عنده، وتعاهدوا ألا يرجعوا حتى يلحقوا بكم فيثأروا منكم، وغضبوا لقومهم غضبا شديدا وندموا على ما فعلوا، فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط. قال أبو سفيان: ويلك، ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن ترحل حتى ترى نواصي الخيل. هذا تعبير عربي معناه ما لم تهلك. قال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. قال: فإني أنهاكم عن ذلك. والله لقد حملني على ما رأيت أن قلت فيهم أبياتا من شعر،
قال وما قلت؟ قال قلت تردي بوسطن كرام لا تنابل عند اللقاء ولا ميل معازي فزلت أدمن أظن الأرض معالة لم سمع برئيس غير مقتول فقلت ويل من حرب من لقائكم إذ تقتمت البطحاء بطحاء بالجيل إني نذير لأهل بصل زاهية لكل ذي إربة منه ومقول من جيش أحمد لا وخش تنابلا وليس يوسف ما أنظرت بالقيل کہ جب میں زمین پر اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کا جھنڈ در جھنڈ چلنے لگے كادت تهد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيلي. فكان هناك حصان واحد فقط ولكنه بالغ في رسم مشاهد الحرب في أبياته لينذرهم. تردي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيل فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذول فقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمت البطحاء بالجيل إني نذير لأهل البسل ضاحية لكل ذي إربة منهم ومعقول من جيش أحمد ولا وخش تنابلة وليس يوصف ما أنذرت بالقيل فثنى ذلك مع كلام صفوان بن أمية أبا سفيان ومن معه وفت أكبادهم وأصابهم برعب وهيبة فانصرفوا إلى مكة صراعا خائفين من الطلب وعن هذا هناك ملحوظة من خلية البحث أن طلب النبي صلى الله عليه وسلم من معبد أن يثبت همة أبي سفيان قد ذكره بعض أصحاب السير وبعضهم لم يذكروه يقول أصحاب خلية البحث إن من المحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لمعبد كاستراتيجية الحرب ومن المحتمل بل الأقرب إلى القياس أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل له شيئا ولكنه لما كان يكن المواساة للمسلمين فقد ألقى الله في قلبه أن يقول كل ذلك لأبي سفيان على كل حال هذه ملحوظاتهم أما أنا فأقول إن كل ما قاله معبد لأبي سفيان كان فكرته هو أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الواضح أنه لم يطلب منه الزور ولكن المشهد الذي رسمه هو من تلقاء نفسه فقد أفزع الكفار وبينما كان جيش المشركين يستعد للانصراف مر بهم ركب من عبد القيس وكانوا قد نزلوا قريبا منهم فقال لهم أبو سفيان أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة فأراد أبو سفيان أن يكيد كيدا نفسيا لمجرد الدعاية إلا أنه كان كيدا فاشدا وهو أنه قال لهم هل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إليه وأحمل لكم هذه زبيبا بعكاز قالوا نعم قال فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم ونحن نلاحقكم
ابو سفيان اور اس کے ساتھیوں نے جو آپ کے متعلق کہا تھا قال ذلك ابو سفيان فانصرف الى مكه فمر ركبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الاسد يعني ہمارے لیے اللہ کافی اور وہ کیا ہی اچھا کارسال ہے فاخبروه بالذي قال ابو سفيان فقال حسبنا الله ونعم الوكيل باختصار مكث الجيش الاسلامي بحمراء الاسد قليلا وبعده عاد الى المدينه لان الكفار كانوا قد انصرفوا من هناك فقد ورد في تفسير ذلك ان ابو سفيان حين سمع كلام معبد الخزاعي تخلى عن الهجوم على المدينه وانطلق الى مكه فبعث معبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق شخص خبر انطلاق أبو سفيان إلى مكة فقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم هناك يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء ثم عاد إلى المدينة أما بلاذري فيقول إنه صلى الله عليه وسلم غاب عن المدينة من أجل هذا السفر 5 أيام وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم باقي 5 أيام خارج المدينة وعاد إليها يوم الجمعة قال سيدنا أبو عبيدة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رجوعه إلى المدينة معاوية بن المغيرة وهو جد عبد الملك بن المروان وأبا عزة الجمحي وعن معاوية بن المغيرة رواية أن سيدنا زيد بن الحارثة وسيدنا عمار بن ياسر قتلاه بعد العودة من حمراء إلى أسد وسبب ذلك أن معاوية كان يعيش في المدينة متخفيا وينقل الأخبار للأعداء فلما أمسك به استجار بسيدنا عثمان وهو طلب له الجوار من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاره قائلا يجب أن ينصرف من هنا خلال 3 أيام وأنه إذا وجد هنا بعد 3 أيام فسوف يقتل فبقي هناك متخفيا حتى بعد 3 أيام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا زيد بن الحارثة وسيدنا عمار بن ياسر إنكما ستجدانه مستخفيا في مكان كذا فوجداه هناك فقتله ثم ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسر في حمراء الأسد شاعر المشركين أبا عزة وكان قد أسره المسلمون ببدر أيضا فتوسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرحمه لأنه فقير وله البنات وهو كثير العيال ولا كفيل لبناته فمن عليه صلى الله عليه وسلم من أجل بناته دون أن يأخذ منه فداء وأخذ منه العهد أن لا يقاتله ولا يكثر عليه جمعا ولا يظاهر عليه أحدا ولكنه نقض العهد وخرج مع قريش لأحد وصار يستنفر الناس ويحرضهم على قتاله صلى الله عليه وسلم بأشعاره فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعود سالما ذلك اليوم فأسر وقيل إن المشركين لما نزلوا بحمراء الأسد أثناء عودتهم تركوه نائما فظل نائما حتى ارتفع النهار وكان الذي أسره سيدنا عاصم بن ثابت وما أسر أحد من المشركين غيره في هذه الغزوة وقيل أسره سيدنا عمير بن عبد الله فلما جيء به أسيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أقلني وأحسن إلي وأطلق سراحي من أجل بناتي وأنا أقطع لك العهد أني لن أعيد هذا التصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لن يرى وجهك مكة وفي رواية لن تتمكن من أقول جالسا عند الحجر الأسود بلحيتك هذه إني قد خدعت محمداً ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا زيد وأمره بأن يضرب عنقه وفي رواية أنه أمر بذلك سيدنا عاصم بن ثابت
ثم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، والباقي مستقبلا إن شاء الله. استمروا في الدعاء من أجل أوضاع العالم. حفظ الله تعالى كل أحمدي من كل شر. سوف أصلي صلاة الجنازة على السيد فراز أحمد طاهر الذي استشهد مؤخرا في أستراليا. وبيان ذلك أن شخصا أستراليا قتله طعنا بالسكين في مركز تسوق في منطقة بنداي الشهيرة في مدينة سيدني بأستراليا. إن لله وإنا إليه راجعون. كان المرحوم يعمل حارسا في مركز التسوق هذا. كان عمره 30 عاما وكان عازب. لقد جرح في هذا الحادث 12 شخصا وقتل 6 بينهم 5 سيدات. كان المرحوم فراز أحمد طاهر من سكان ربوة، وهاجر من باكستان إلى سريلانكا في عام 2018. وبعد مكوثه هناك 4 سنين انتقل في السنة الماضية إلى أستراليا بواسطة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كان حصل على رخصة الحراسة في العام المنصرم، وكان يقوم بعمل الحراسة في مركز التسوق. واليوم الذي استشهد فيه كان أول يوم لخدمته وقت النهار. تقول تفاصيل الحادث أن المرحوم فراز أحمد طاهر رأى الناس يجرون هنا وهناك في ذعر وفوضى، فتصدى للمهاجم ليمنعه فطعنه بالسكين فلقي حتفه من شدة الجروح، وكان أول من لقوا مصرعهم في هذا الهجوم. ودخلت الأحمدية في عائلة المرحوم على يد والد جده ميا أحمد القاطن في محافظة هوشياربور. إن جد المرحوم صوفي أحمد أيار لا يزال يخدم الجماعة منذ مدة طويلة. أما والده السيد بشير أحمد فكان توفي في عام 2005، وأمه السيدة رضية بيغم توفيت في عام 2014. ومن أقارب الأقربين 3 إخوة وأختان وجده السيد صوفي أحمد يار. وذكر في تفاصيل هذا الحادث أيضا أن رئيس وزراء أستراليا وحاكم ولاية نيو ساوث ويلز أشاد ببسالة وتضحية المرحوم فراز أحمد طاهر، كما أن سفير الباكستاني في أستراليا أثنى على شجاعة المرحوم فراز أحمد طاهر وأبدى أسفه على وفاته مؤكدا تعاونه من كل نوع. لقد نشر الإعلام 120 خبرا عن هذا الحادث وعن المرحوم فراز طاهر، ولا تزال هذه الأخبار تنشر. وقد أقيمت اليوم هناك جنازة المرحوم وحضرها رئيس وزراء أستراليا وحاكم الولاية وغيرهما، وقد أثنوا عليه مرة ثانية. كما أن وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن بسالة المرحوم وتضحيته بكلمات جميلة جدا، وأكثر الناس يصفونه بطلا قوميا. إن تضحية المرحوم هذه تؤكد أنه لا يهاجر من باكستان خوفا من الموت، إنما هاجر من وطنه بسبب القيود الدينية المفروضة على الأحمديين هناك، حيث يمنعون من أن يذكروا اسم الله ورسوله بحرية. كتب السيد عدنان قادر رئيس مجلس خدام الأحمدية في أستراليا: في 21 أبريل يوم الاثنين أقامت الحكومة الأسترالية برنامجا بالقرب من مركز التسوق للإشادة بكل الذين لقوا مصرعهم في هذا الحادث. وقد حضره رئيس وزراء أستراليا وحاكم ولاية نيو ساوث ويلز وقائد الحرب المعارض وأعضاء البرلمان المحلي والعمدة وكبار رجال الشرطة والجيش والبحرية ورجال الإعلام والمسؤولون الكبار من شتى الدوائر الحكومية ومختلف مجالات الحياة وبعدد كبير. وقد دعي أعضاء الجماعة أيضا بهذه المناسبة. وقال السيد مدثر بشير الأخ الأكبر للمرحوم: كان أخي منذ صغر طفلا مجتهدا طلق الوجه وشجاعا. عندما كان في 11 من عمره توفي والدنا، فربانا أخونا الأكبر مظفر أحمد كما يربي الوالد وأولاده. كان أخي المرحوم إلى جانب دراسته يساعد أخي في عمله أيضا. كان مجتهدا جدا ومحبا لإخوته وأخواته حبا جما وهينا لينا ومرحا، لم يسقط قط على إخوته وأخواته لأي سبب.
كان سباقا إلى المساهمة في أعمال الجماعة، وظل نشطا في أداء شتى الخدمات للجماعة خلال إقامته في باكستان، ثم في سريلانكا، وأخيرا في أستراليا. كان الجد مخلص ووفي ومحب للخلافة، وكان يقول دوما: عندما أحصل على الجنسية الأسترالية فأول ما سأقوم به هو الذهاب إلى لندن للقاء خليفة المسيح. هذه كانت أمنيته الوحيدة. وكتب أخوه الأصغر السيد شيراز أحمد: كان يتلو القرآن الكريم بصوت عذب ويصلي الصلوات بانتظام. وكتب داعيا كامران مبشر: من أبرز محاسن المرحوم التي رأيتها أنه كان يبجل كبار الجماعة والدعاة جدا، وإذا صدر منهم أمر كان لا يرفضه أبدا، وإذا نبهه أحد إلى خطأه لم يتضايق بل اعترف بخطأه في صمت وتداركه. وكتب أحمد إبراهيم أحد أصدقاء المرحوم: كان يحب الدين والخلافة حبا لا نظير له، وكان يحترم مسؤولي الجماعة ويداوم على الصلوات. كانت تربطني به أعصر أخوية وصداقة، وكنت لو زجرته على تقصير استمع لي وهو غاض البصر وقال: لن أعطيك فرصة شخوة ثانية. كان إنسانا بشوشا ومحبا جدا. وقال رئيس جماعتنا في برزبين: في شهر مارس الماضي جاء المرحوم إلى برزبين لأسبوع، وقال إنه جاء من أجل لقاء أصدقائه وأقاربه، وقال: إذا كان في قلب أحدكم سخط علي أو شكوى مني فإني جئت لأطلب منه العفو وأصالحه. ثم أظل يطلب من الجميع العفو مرة أخرى، وبدا وكأنه جاء ليودع الجميع. وكتب صديق له آخر السيد شجر أحمد: كان المرحوم إنسانا مجتهدا شجاعا ومدركا للمسؤولية. لقد أخبر الحارس الآخر الذي كان مع المرحوم وقت الحادث أنه لما دخل المهاجم في مركز التسوق ورآه الناس وبدأوا يفرون، ما لبث المرحوم أن تصدى للمهاجم بكل شجاعة وقام أمامه محاولا منعه، وضحى بحياته دفاعا عن الآخرين. لا يزال الناس يثنون على المرحوم فراز طاهر على مواقع التواصل الاجتماعي. لقد كتب السيد كرس ميرفي في تعليقه: قبل بدء الهجوم رأيت حارسا في زي جميل اسمه فراز طاهر يقوم بالحراسة في مركز التسوق، إنه بطل ضحى بحياته محاولا إنقاذ حياة الجماهير. وكتبت السيدة ريكا إيربس: فراز طاهر الذي جاء إلى أستراليا فرارا من الظلم في بلده ليجد هنا الأمن والمستقبل الأفضل، كان محبوبا جدا في جماعته. لقد نذر حياته في محاولة إنقاذ أرواح عامة الناس. إني أعزي عائلته وجماعته، إنه لحادث مؤلم جدا. وهناك تعليقات كثيرة قام بها الناس ممن رأوا الحادث في مركز التسوق أو قرأوا الخبر. وكتب العزيز حسور أحمد أحد طلاب الجامعة الأحمدية بربوة: كان فراز ابن عمي، كان إنسانا طيبا ومداوما على صلوات الخمس، وكان ينصح الآخرين بأدائها. كلما لقي طلق الوجه، كان يعدني أخا الأصغر، وإذا أراد أن ينصحني بشيء نصحني بكل حب. كان يطلب مني الدعاء دوما ويقول: سأدعو لكم فادعوا لي أيضا. في اليوم الذي نال فيه الشهادة اتصل بي هاتفيا في الساعة الرابعة بتوقيت أستراليا ليلا، فقال له أخوه الأكبر: إننا في الساعة الرابعة صباحا وستذهب للعمل غدا، فنم الآن. فقال له: لقد صليت تهجد حالا وقد دعوت لكم جميعا، سوف أصلي الفجر وأذهب للعمل وليس الآن وقت النوم. وكان هذه أول مرة يذهب فيها للعمل وقت الصباح، إذ كان يعمل مساء من قبل. ثم كتب: إنه الشهيد الثالث في عائلتنا، فأولا استشهد زوج خالتي السيد محمد نواز في أورانجي تاون بكراتشي في 11 سبتمبر عام 2012، ثم استشهد خال المرحوم فراز السيد عجاز أحمد في أورانجي تاون بكراتشي في 4 سبتمبر عام 2013، والآن قد استشهد السيد فراز طاهر.
وكما قلت من قبل إن المرحوم قد أكد باستشهاده أنه لم يهاجر بلده خوفا من الموت، بل هاجر من أجل حرية دينية. رفع الله درجات المرحوم وألهم ذويه جميعا الصبر والصلوان. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر